المفتاح احسن لك. ما تفتحلوش، اطلب البوليس، اطلب البوليس يا خالتي. عايز مننا يا فاروق؟ عايزك تبلغي رسالة لابنك الجبان اللي بيضرب في الضلمة ويجري. لا 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 يا ماما، ما تفتحش الباب عشان لا ده ما بس بس انا خايف. نعم، ابنك ضرب عليا نار ليلة فرحي، ومراتي دلوقتي في المستشفى بسببه. ياسين عمل كده؟ وفي غيره، وفي غيره. انا عارف دلوقتي انه بيكلمكم، انا عايزك تبلغي بقى ان اللي فاتكم واللي جايكم تاني ورحمة ابويا وابوه لا دفعوا تمن كل نقطة دم دليانة زفتها. انت كذاب ياسين، اخويا عمره ما يعمل كده. ياسين قتل ابوكي، يعني ممكن يعمل اي حاجة. تعالى يا سامي، انا لبست. لبست؟ يا خساره. ايه؟ طب خلط بساره عشان لازم تقعد تاكل لقمه قبل ما تنزل، مش كل يوم قهوه على الريق كده معدتك تتهري يا دكتوره. مش هلحق بقى سامي، عايز اخلص شغل وراح اشوف موضوع الدهب ده اتصرف فيه ازاي. ولقيت حد يشتري؟ انا بنزل ادلين على واحد كده، بس انا بفكر بصراحه اشوف واحد بره المنطقه اضمن. احسن برضه، الناس هنا هرايق قوي ما بتبلش بقها فوله. ده حقيقي. يومي. ماشي، اروح انا احضر لك الاكل على ما تخلص. يا امي كويسه؟ خلاص يا ياسين، بقيت مكرم؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ بدل ما تثبت براءتك رايح تنتقم من فاروق وتضرب داليا بالنار؟ ايه؟ ما تعرفيش اخوكي فين؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه كان سهران مع حد من القضاضيش بتوعه والنهار طلع عليهم كالعاده. سهران ده ايه؟ ده لم كل حاجته من الاوضه وسابها فاضيه. ايه طفش يعني ولا ايه؟ والنبي ما انا عارفه يا بنتي، بكلمه على الزفت ده من الصبح مقفول. اسود يا امي، قسما بالله ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. المهم دلوقتي طمنيني، يعني ايه كويسه؟ هتعيش يعني؟ الحمد لله هي في المستشفى، الدكاتره بيقولوا الاصابه مش جامده. ربنا يسترها ان شاء الله. على العموم انا يومين ثلاثه كده هبعت لكم فلوس. جبت الفلوس دي منين يا ياسين؟ هبقول لك يا ام لما اشوفك. المهم دلوقتي روحي دلوقتي وهكلمك تاني، خلي بالكم من نفسكم. ها الواد كنا قلبنا